يسرق مهرجان موازين في المغرب كل عام الأنظار نحوه كونه يستقبل كبار نجوم الوطن العربي والعالم. وهذا العام افتتحت المهرجان النجمة العالمية ريانا التي رفضت عقد مؤتمر صحفي مكتفية بحفلها الذي حضره 70,000 شخص. وعلى المسرح المقابل لريهانا في افتتاح مهرجان موازين أحيى الفنان وليد توفيق حفله على المسرح المخصص للنجوم العرب منصة النهضة. ورغم المنافسة الكبيرة حقق توفيق نجاحا حيث قدم أشهر أغنياته القديمة والجديدة، وكان قد صرح أنه ليس خائفا من منافسة نجمة عالمية لأنه واثق من جمهوره. ما بعتبره منافسة، بعتبره وجود حلو، يعني عم نجمع ثقافتين، ثقافة أجنبية وعربية. اللي بيحب يسمع عربي حيجي لعنا، واللي بيحب يسمع غربي حيروح لوليد. وفي الحفل غنى وليد توفيق لملك المغرب محمد السادس، وقبله كان قد عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أنه سيصور فيلما عن قصة حياته، ورشح لتمثيل دوره في بداياته الفنان السوري الشاب محمد مجذوب. كما أعلن توفيق أنه لحن 3 أغنيات لجورج وصوف. أما عن الأوضاع المتوترة فتمنى وليد توفيق أن يفرجها الله على كل الدول العربية خصوصا سوريا ومصر ولبنان. وفي اليوم الثاني للمهرجان عقدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤتمرا صحفيا دخلته على كرسي متحرك بسبب إصابة تعرضت لها في كاحلها في مطار الرباط. وصرحت شيرين أنها ستعيد تسجيل أغنية أنا اشتقت لك لفضل شاكر بصوتها، كما أصرت على أن يشاركها الغناء في الحفل المشترك فريد غنام الذي كان ضمن فريقها في برنامج The Voice، وحفل شيرين حضره 50,000 شخص. أنا بحب جدا ميسي سمو أسمر، بس هو نفسه قال لأ. الأصوات مهمة جدا، أمثال وائل كفوري ونانسي عجرم، قال لهم لأ، يعني أنتم ما تنفعوش، وهم بقوا نجوم مهمين جدا جدا في الوطن العربي دلوقتي. حبيبي يا حبيبي أنا اشتقت لك أنا بحيني أنا بقى مستني أسألك أنا جاي غنيني وحشتني. الله 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 وحشتني يا محمد. والليلة أحيى النجم البريطاني العالمي من أصل لبناني ميكا حفله. وبعد الظهر كان قد عقد مؤتمرا صحفيا بعد تأخير دام ساعة ونصف عن الموعد المحدد للمؤتمر الصحفي، وأعلن فيه أنه سيقدم أغنياته ضمن قالب استعراضي ضخم. ومن النجوم الذين سيحيون حفلاتهم خلال هذا الأسبوع عاصي الحلاني، نجوى كرم، أحلام، محمد منير، شذى حسون، والختام سيكون مع تامر حسني وأنريكي إغليسياس.